صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظل علماء اللغة العربية يقولون إن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدمت، ونحن في إمارة الشارقة قدمنا المعرفة والكتاب على العمارة والصناعة، فنجحنا فيهما جميعا، ثم قدمنا العلم على المشاريع، فجاءت التنمية مبنية على المعرفة والوعي بحاجات المجتمع. قدمنا العلاقات الصادقة بين البشر على المصالح، فصارت مصالحنا مستدامة يحيطها إطار من الاحترام المتبادل بين كافة الأطراف. هذا ما قادتنا إليه رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حتى نالت إمارتنا هذا العام لقب العاصمة العالمية للكتاب. في قراءتنا لتجربة العقود الأربعة الماضية نلمس هذا النجاح لمشروعنا الثقافي بتجلياته الواضحة أمامكم اليوم، جاءت نتيجة لعدة عوامل. أولها إنها ثمرة التزامنا بإرثنا وتراثنا الإماراتي الذي عملنا على بلورته بمشاريع وبرامج وسياسات ليصبح صفة ملازمة لدولة الإمارات في الساحة الثقافة العالمية. فمهمة الثقافة أيها الحضور الكريم أن تمنح للدولة هويتها أمام العالم، وأن تمد الشعب بمزيد من الأسباب ليفخر بها أمام الأمم. وهذه هي هوية الشارقة ودولة الإمارات وصورة شعبها. أما العامل الثاني فهو البعد العربي لمشروعنا الثقافي، فقد حرص سموه على إحياء حركة الشعر والمسرح والرواية في المدن والعواصم العربية، واحتضان الشارقة لإحلام وطموحات المثقفين العرب. فكل مشروع ناجح يحتاج إلى حاضنة، وهذه هي حاضنتنا الإقليمية. أما الحاضنة المحلية فهي العامل الثالث. نحن في الشارقة لا نفكر منفصلين، بل نفكر كمجتمع واحد بمختلف مكوناته أفراداً ومؤسسات، نسير بتناغم نحو هدف واحد، وهو مجتمع متقدم في إنسانيته ومواقفه وإنجازاته. أما العامل الرابع فهو أن الثقافة في الشارقة ليست نبتاً غريباً عن حديقة منجزاتنا، بل مكوناً أصيلاً فيها يلتحم بالمجتمع والاقتصاد وبالعلاقات الداخلية والخارجية. إنه نسيج كياننا وشرايين قوتنا، ولا يمكن تصور الشارقة اليوم من دون ثقافة، أو ذكر الثقافة إلا إذا ذكرت الشارقة. الحضور الكريم، بفضل هذا المشروع أصبحت الشارقة اليوم مركز إشعاع ثقافي إقليمي وعالمي، وغدت عنواناً للمنطقة ونموذجاً للمرحلة التي كثر فيها التقسيم في أكثر من ساحة على امتداد العالم. وعندما نتحدث عن التقسيم والنماذج فنحن لا نتحدث عن السياسة، فالتأليف بين الأمم هو فعل ثقافي بامتياز، ولا يمكن أن يتحقق من دون المعرفة والوعي والقراءة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم. كذلك هي معارض الكتب، مساحات تعارف والتقاء، ليس بين المثقفين والأدباء فحسب، بل بين الشعوب كافة. إنه
عالم متعدد اللغات والثقافات والجنسيات، يتآلف بين صفحات الكتب. إنه عالم الأفكار التي منحت التاريخ منجزاته. وها أنا أحدثكم اليوم بين 2000 دار نشر من 81 دولة وأكثر من 190 كاتباً وروائياً، جاءوا ليشهدوا أكثر من 1000 فعالية تجسد العالم بفنونه وثقافاته. هذا ما تقدمه الشارقة لكم، هذا ما نعتني به من أجل غدنا وغدكم، من أجل أبنائنا وأبنائكم، من أجل أن تبقى البشرية وفية للكلمة الصادقة والنص الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.